اهلا وسهلا بيكم. قدر مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي انه يخطف الانظار والاعجاب والاشاده من الجمهور كمان، وده مع بدايه الحلقات. وانا بحب الحاله دي اللي هو من اول المشاهد انت تشديت للاحداث، انت معجب بالموضوع. منى زكي في اداء رائع وابداع. المسلسل الحقيقه بيشارك فيه عدد كبير من النجوم، في مجهود كبير مبذول في الصوره في الموضوع. انت لاول مره بتشوف موضوع ده موجود بشكل كبير في الدراما من فتره، بتتكلم عن البحر والبحريه وصيد السمك والصيادين وحياتهم وعيشتهم، كادرات غير طبيعية. لكن الأهم كل ده بجانب علشان يبرز أهم حاجة، هو الموضوع. موضوع المسلسل هو الوصاية، عندما يتوفى الزوج وتبقى الزوجة هي اللي موجودة ومعاها أبناء قُصّر، يبقوا مفروض يكونوا تحت يعني كمان اهتمام ورعاية المجلس الحسبي، بتبقى قانون الوصاية. الوصاية بتروح لمين، والأم بتبقى موجودة بتروح للجد، ويبدأ يبقى فيه مشاكل. هو بيعرض الحكاية دي، ومن خلال المسلسل بتشوف أنت تفاصيل تقدر تقول بيها بأنه الدراما تنتصر للعام الثاني على التوالي للأسرة المصرية، لأنه الدراما ده دورها أنها تقدم موضوعات. الموضوعات دي أنت بتعاني منها كأسر مصرية والمرأة والأسرة المصرية بشكل كبير، لأنه مش فقط المرأة، دي أسرة أم وأطفال وأبناء. فالأسرة المصرية بيبقى عندها معاناة في بعض القوانين اللي ما بتبقاش منصفة ولا بتبقى منجزة، وبتبقى الأم طول الوقت مش عارفة تعمل إيه بس عشان تعيش حياة كريمة. المشاهد رائعة، الأحداث بتدور في دمياط، فأنت لأول مرة كمان بتشوف صور وتصوير رائع، وده شيء جيد جدا. عدد كبير جدا من النجوم كلهم الحقيقة ياخدوا من أول حلقة 10 على 10، بينهم الفنان علي الطيب اللي بيقدم دور مميز جدا من خلال شخصية إبراهيم. إبراهيم ده في تحت الوصاية هو جوز أخت منى زكي اللي هي حنان، اسم منى في المسلسل. وطبعا دي شخصية هو طالع ان هو مسالم وطيب وعايز ما يبقاش فيه مشاكل، وعايز ان هو يعني يعدي كل المواقف الصعبة، لكن أحب أخد رأيه لأنه كان ليه دور مهم جدا خاصة في حلقة امبارح. الفنان علي الطيب، مساء الخير يا إبراهيم. مساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير على حضرتك. ليه كده يا إبراهيم بس؟ يعني ليه حطيت إيدك في إيد صالح كده على طول؟ والله يعني إبراهيم عنده دوافع إنه يعمل كده، شخصيته متهيألي ظهرت شوية، فكرة إنه هو بيخاف على مراته جدا وما بيحبش الغلط. فهو شايف إن في حاجة غلط حاصلة وياريت كل حاجة تخلص بالتراضي. أيوه. بس هو مش شايف الأبعاد اللي بتعاني منها بقى حنان. بتعاني منها حنان. هو مش شايفها، هو حد عملي جدا، روتيني جدا، ما عندوش طموح كبير في حياته، عايز يعيش في سلام وأمان. تمام. هتوضح مشاكله أكتر اللي ممكن نعرفها مع بينه وبين سناء قدام، لأن هي جت في لحظة قالت له أنت تقصد إيه؟ فتقصد إيه دي وراها حاجة، هي خايفة إن هو يكون بيعايرها بيها أو حاجة. أيوه طبعًا. فالحمد لله، يعني الحمد لله أنا محظوظ إن أنا السنة دي موجود في مسلسل تحت الوصاية مع أستاذة منى زكي. وموجود في مسلسل فيه كل العناصر اللي تقدر تقول عليها ان شاء الله دي عناصر نجاح من قبل ما المسلسل يتعمل حقيقي. يعني لسه انا يمكن كنت بقول لو حضرتك سمعت انه من البدايه من الحلقه الاولى واحنا اتشدينا الحقيقه. الموضوع التصوير، انتوا بتصوروا اعتقد ما زلتوا بتصوروا حتى الان؟ لسه في تصوير. لسه في تصوير. كمان الاماكن كلها طبيعيه، يعني انتوا مش في ديكور، انتوا في اماكن حقيقيه. ده حقيقي، احنا التصوير ما بين اسكندريه، دمياط، كذا محافظه في مصر كلها متصور فيها بجد، وعمارات عاديه وبيوت عاديه يعني. فانتوا موجودين جداً في شوارع جداً. في شوارع مصر بشكل طبيعي بشكل يعني حقيقي جدا. هل يعني كنتوا متخيلين ان الشاكر. اكيد. هل كنتوا متخيلين ان الموضوع يشد الناس كده من اول مشهد في اول حلقه؟ والله احنا عندنا ثقة في بعض كلنا، وفي اول والاخر عندنا ثقة في ربنا ان احنا بنعمل حاجة وبنجتهد فيها كويس قوي، وكله شاهد على ده في الشغل. يعني انا في مشاهد كنت بقعد اتفرج على استاذة منى زكي وانا مش موجود في المشاهد دي، بس مستمتع. يعني انا بتفرج عليها ورا الكاميرا حاجة رهيبة، ربنا يحميها ويحفظها ويبارك لها فيها. لا طبعا، يعني احنا بنشوف منى زكي دي مش منى زكي، يعني هي حتى حقيقي يعني متخلية عن الشكل والمكياج والمنتهى الطبيعية. ليا الشرف ان انا اشتغلت معاها، ومبسوط جدا بأي مشهد انا طلعت معاها فيه. فانا السنة دي اعتبر حظ الحمد لله كويس جدا جدا، بحمد ربنا على ترتيبه ليا في كل حاجة، لان وجودي السنة دي مع سنان اللي كريم ومع سنان منى زكي،
الحمد لله، يعني الحمد لله. انت كده بقيت نصير للمرأة يعني في كل الموضوعات يعني علي، انت كده نصير للمرأة. عموما انا بس بوصيك يا ابراهيم، شكرا على ذوقك وعلى كلامك الجميل جدا. انا بس بقول لك بوصيك يعني على منى وعلى اختها، علشان المسلسل مكمل والناس عايزه كمان تشوف حل لقانون الوصايا. يعني ما تتضايقوش من ابراهيم، لانه في الاول والاخر هيوضح شخصيته حتى هتفهموا قد ايه ان هو انسان طيب. خلاص. نشكرك يا ابراهيم الفنان علي الطيب، بشكرك جدا على مسلسل تحت الوصايا، ولسه بقول للسنة الثانية تنتصر الدراما إن شاء الله للمرأة المصرية في حل عدد من القوانين المهمة للأسرة المصرية.